الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حوارنا اليوم بين الملائكة، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا الحوار يرويه الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري في حديث صحيح يرويه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، واحد قتل 99 روح، فسأل عن أعلم أهل الأرض، حب يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، شكون العالم في الأرض، فدل على راهب، دل واحد راهب، فأتاه فسأله هل من توبة؟ قال له ما عندكش، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل بذلك 100. وجد هذا القاتل 99 روح، لما السيد قالوا ما عندكش توبة أكمل به 100، شفرة كمل به 100. طيب السيد هذا كان ملحا ومصرا على التوبة، عنده إرادة، حب يولي، أراد أن يجد مخرجا لما هو عليه من شر، فسأل عن أهل الأرض، فدل على رجل عالم. الأول وش قال؟ دل على راهب، والثاني دل على عالم، فشرق فشتان بين العالم والراهب. فقيل له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ لمرة عند العالم قال له هذا إنسان 99 روح، حب يتوب، عنده توبة؟ فقال نعم. هنا الفهم وهنا الذكاء وهنا الحكمة، قال له عنده توبة، فقال لا نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فأمره انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. قال له هذا العالم هذا على باله بلك انحراف هذا الرجل سببه البيئة الفاسدة، قالوا بدل الأرض. ولهذا من شروط التوبة أن يغير الإنسان المحل، أن يغير الإنسان الصحبة، أن يغير الإنسان المجالسة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيري. يقدر ربي سبحانه عز وجل يموت في الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، نزلوا ملائكة الرحمة، نزلت ملائكة العذاب، نزلت ملائكة الرحمة. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. ملائكة الرحمة قال يدخل الجنة، الرجل جاء تائبا. وملائكة العذاب وش قالت؟ ما ركع ركعة، مسجد سجدة، فقال لم يفعل خيرا قط. فأتاه الله ملك في صورة آدمي، ربي نزل ملك في صورة إنسان في صورة آدمي، فجعله بينهم فاحتكما إليه. فقال وش قالوا هذاك الوسيط؟ لأن دوك بقى خلاف، كاين دوكا دو بارتي برونات، كاين الآن طرفين، اتجاهين، جماعتين، حزبين، شريحتين، واحد يقول للنار واحد يقول. قالوا ماذا قاعد في الوسط؟ الملك في صورة الآدمي قال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. الملأ
الآدمي الوسيط للميدياتور الوسيط هذا قالوا نقيسه إلى شتو بعيد عن الأرض اللي نتاع الأرض أرض الصلاح إلى شتو أقرب إلى أرض الصلاح فهو من أهل الجنة تدي ملائكة الرحمة وإذا شتو هو أقرب إلى الأرض اللي جا منها الأرض الفساد فهو من أهل النار رواية واحدة أخرى تقول إفكتيف ما هوش القول القول بعيد عن الأرض نتاع الصلاح فمن رحمة الله عز وجل أمر هذه أن تتمدد وأمر هذه أن تتقلص فكان أقرب إلى أرض الصلاح فأدخل الجنة الاستنتاج الأول الملائكة تختلف فكيف البشر يختلفون وحدة الاستنتاج الثاني الملائكة تتحاور فكيف البشر يتحاورون الاستنتاج الثالث هذاك الحديث وش قال أنزل ملك في سورة آدم دل أن الحوار قيمة آدمية بامتياز الاستنتاج الرابع الملائكة اختلفت والأنبياء اختلفوا والبشر يختلفون دل أن الاختلاف سنة كونية الاستنتاج الآخر فرق بين الراهب والعالم الاستنتاج الآخر أن الأرض هي أرض حوار وأرض حوار وامتحان واختلاف والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.